السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. كان عندي 3 استفسارات بعد اذن حضرتك. تفضل. الاولى، انا عايش خارج مصر وبشتغل شغل محاسب ضريبي، يعني في مكتب محاسبة ضريبية. يأمرونك بالتزوير؟ إيه؟ يأمرونك بالتزوير؟ لا 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 لا، طيب. أنا بعمل محاسبة ضريبية، والعملاء جميع عملاء المكتب المحاسبة اللي أنا بشتغل فيه محلات خمور. أنت مجبر على هذا العمل أو مختار؟ لا، مختار، وممكن ان انا يعني في ان انا ادور على شغل تاني. يعني انت تحاسب تجار الخمور محاسبة ضريبية؟ يعني انا بشتغل في محاسب مكتب محاسبة ضريبية، المكتب دوت العملاء بتوعه كل عملائه كلهم محلات الخمور. كثر عليهم الضريب شوي. ايه؟ بقول يعني تعال عليهم حتى يتركوا هذا العمل. تمام، اجي عليهم. مش فاهم قصد حضرتك. يعني الضرايب 10، خليها عليهم 20 30 40 حتى ينفروا عن هذا العمل. لا لا، ده هنا في قانون، انا عايش في امريكا، قانون مش قانون. اعملها. ايوه. بس انا تركت الشغل عامه يعني. بس انا كنت طيب، الحمد انا لله بوصل لحضرتك، حاولت ابعت الفتوى لحضرتك كتير. الحمد ما لله تركتش الشغل الحمد يعني. لله. انا لا، الخيرة فيما اختاره الله، دولت الخيرة فيما الفتوى اللي جت. اختاره الله.